بالي يا ده النهارده ايه النهارده علوان اللمسه الواحده علوان اداء كافاني وكافاني كانه بيعاقب دفاع الميلان لان هذه الاخطاء لا Questa semifinale si sta facendo del male da solo. Ecco, questa è la splendida azione costruita in maniera mirabile dal Napoli in contropiede, grande movimento di Cavani che è andato a cercare lo spazio dentro l'area e poi l'assist e il colpo di testa vincente. Cioè, per assurdo, la cosa più bella di questo gol, oltre alla velocità, il passaggio di Hamsik, quello di Lavezzi, è questo movimento di Cavani che ha capito tutto in un momento. Lascia scorrere la palla quando vede Hamsik, si va. متقدم عن طريق اكويلاني بضربه راسيه التعادل ممكن ياتي اوه كافاني الميتادور كافاني الاورجواياني هو من يسجل لم يهنا فريق نادي الميلان الا ان كافاني تلعب توصل اذا من جديد في الجهه اليمنى هجوم لا وجود للتسلل كافاني الثالث جول ثالث لصالح نابولي الثالث يأتي شوف التمريرة وشوف الكرة وخروج أبياتي في تألق كبير وفرصة جديدة أوه. يا كافاني يا ده النهاردة إيه النهاردة علوان اللمسة الواحدة علوان أداء كافاني هذه بومداف كافاني با 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 سجل كافاني سجل الهدف الاول كان يمكن يكون هذا هدف التعادل يا كافاني سجل هدف ايديسون رائع جدا الهدف السابع عشر الاخيره قبل نهايه المباراه يطلع لمين يطلع اللي جاي من الشمال الطاح والكباهو يطلع دفاع الميلان خارج الصورة تماما ويدي كافاني صاحب الكرات الصاروخية التي لا تصد ولا ترد تاخذ ايد ابياتي وتسكن الشباك عشان كرة جميلة جدا تلعب على مستوى العمق والتصويبة واول هدف لصالح المنتخب الاوروغواياني كانت ملعوبة بشكل جميل وجميل جدا تمريرة والدفاع طبعا بقي يتفرج إديسون كافاني هذا تباريز بوندي مع كافاني وصل العجلة اليسرى كرة صعبة كافاني مع كاير با 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 جول با 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 كافاني يسجل الهدف الثاني والعشرين يا له من هدف هدفان في منتهى الروعة لنابولي أمام روما Ecco, l'apertura per Cavani, va in sovrapposizione Dossena, Cavani si accetta, la zona tiro, Cavani, rete, un gol fantastico! E poi non esulta. Ed è bellissimo questo applauso del pubblico del Barbera, è bellissimo. Sì, veramente bellissimo. Complimenti a Cavani, ma complimenti alla gente di Palermo. Che sa apprezzare un gol fantastico. Flight. Setzen Sie einen noch oben drauf. Cavani. Edinson Cavani. Cavani. 2-0 Napoli. Edinson Cavani. Das ist halt seine Qualität. Wahnsinn. Das Thema ist durch. Inter Mailand ist ausgeschieden. Napoli geht ins Halbfinale des italienischen Pokals. Nach dem Doppelpack von Edinson Cavani. 24 Jahre alt, der Stürmer aus Uruguay.